السلام عليكم يا شباب. تاني انا باكد ان شابتر 3 النهارده الليكتشر بتاعتنا، معلش انا بعتذر ان انا نسيت ان انا بعمل ريكوردنج، ومتشكر ان حضرتك فكرتني. الليكتشر بتاعتنا النهارده انا هتكلم فيها على الام تكنيك، بتكلم فيها على الام تكنيك. والام تكنيك ده من الميثودز او من احد الميثودز اللي احنا بنحتاجها لو المساله بتاعتي مش ستاندرد. ريممبر ان البروبلمز اللي احنا خليناها قبل كده خلال البريفيوس ليكتشرز كانت كلها ماكسمايزيشن بروبلمز، وكل الكونسترينز كانوا ليس ذان اور ايكوال. لكن في الاسلوب بتاع المعالجه بتاعه النهارده هنبدا نتطرق للمواضيع اللي فيها كونسترينز مور ذان اور ايكوال، او المساله في الاصل هي مساله مينيمايزيشن. دايما المينيمايزيشن لازم يبقى واحد اتليست من الكونسترينز مور ذان اور ايكوال. Remember for you all in the optimality condition in case of maximizing or minimizing هو related للزد رو. يعني لو أنا بعمل عايز أعمل maximization أو minimization ببص على الزد رو، الصف بتاع الزد. لو أنا بعمل maximizing بختار ال entering variable maximum positive value. maximum positive value امتى ببقى ريتشد الاوبتيماليتي؟ لما يبقى مفيش بوزيتيف فاليو تو انتر ذا سوليوشن، ده الاوبتيمال. في حاله المينيمايزيشن العكس، انا بختار المينيمم نيجاتيف فاليو، المينيمم نيجاتيف فاليو تو انتر ذا سوليوشن. امتى بوصل للاوبتيماليتي؟ لو انا ما عنديش نيجاتيف فاليوز خالص في الزد رو، يبقى انا كده جبت الاوبتيمال مينيمم. ريمارك ان دول هما الاثنين اللي هي الكونديشنز اللي خاصه بالزد، دول اوبتيماليتي كونديشنز. بعد ما بختار الانترنج فاريبل زي المسائل اللي فاتت، بجيب الليفنج فاريبل. بجيبه من مين؟ من الريشيو. طب بجيب الريشيو ازاي؟ بقسم الفاليوز على الفاليوز بتاعت الانترنج فاريبل، واختار المينيمم بوزيتيف ريشيو، هي دي اللي تبقى ليفنج فاريبل، وده الكونديشن فور اوبتيماليتي، ام سوري فيزابيليتي. خلي بالك ان لو في الريشيوز نيجاتيف دونت تشوز ات، وخلي بالك ان لو في الريشيوز انفينيتي وي هاف تو اجنور ات. ده كل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. لما ابدا اتكلم على الام تكنيك، هو التكنيك أطلق عليه الام نتيجة ان انا بختار فاليو ضخمة جدا اسمها ام. It's a huge value. هي بكام؟ It is undefined، ما هيش محددة، لكن معلوماتي عنها انها numerical value وكبيرة قوي مقارنة بأي value تانية موجودة في المسألة دي او في اي مسألة تانية. خلي بالك ان الام فاليو دي بتبقى assigned بنيو فاليبل، بنيو فاريبل اسمه الارتفيشال فاريبل. انا بحتاج الفاريبلز دي عشان يبقى المساله فيها بوزيتيف بيزك فاريبلز في الفيرست ايتريشن. تعالى، انا بحتاج الام تكنيك تاني لما الكونسترينز فيهم ايكوال او مور ذان ايكوال. خليني ما اتكلمش كتير عشان ما تتوهش مني، وخلينا نمشي في مسألة من المسائل. مسألة دي بيقول minimize the following problem and find its optimal solution. اعملي minimization للمسألة دي وهات لي الoptimal minimum solution. ومدي لك الconstraints، the first of them is an equation، بعدين اللي بعديها more than or equal inequality، واللي بعديها less than or equal. هنا أنا مجبر إن أنا to use the M technique أو the other types of techniques that handle this type of problems. طيب هعمل إيه؟ أول نقطة هعالجها، أول ما شفت إن فيه more than or equal، مش كل الكونسترين less than or equal، أول step هعملها هروح أعمل الآتي. هبدأ أحط variables جديدة. خليني أكبر سنة بس صغيرة. أيوة أعتقد إن كده مناسب قوي. تعال بص على الفيرست كونسترين. الفيرست كونسترين مفيش فيه بوزيتيف سلاك. أنا زمان كنت أول ما لو ما كانوا كلهم لزنور إيكوال كنت باجي على الفيرست كونسترين وعايز الإكس 3. الإكس 3 ده بيبقى البيزك فاريبل في الفيرست إيتريشن. أنا هنا عندي إيكويشن ليفت هاند سايد بيساوي رايت هاند سايد. فمحتاج، يعني عايز أقول إيه، أخدع السمبلكس تيبل عشان يشتغل. فأعمل إيه؟
هاجي أضيف على الفيرست كونسترين artificial variable أنا بسميه R1. يبقى هاجي على الفيرست كونسترين أو 3X1 زائد X2 plus R1. الR1 ده meaningless variable. variable جديد بسميه artificial variable. وبقول على دي بتساوي 3. همسك الإيكويشن التانية أو الإنيكواليتي التانية نفس الأسلوب. أنا كده بقى عندي الليفت هاند سايد is more than the right hand side. فعشان أحولهم لإيكويشن الأول هشيل حاجة من الليفت هاند سايد. فيبقى 4x1 زائد 3x2 minus r minus x3 زي ما حضرتك شايف. بس هنا في مشكلة كبيرة إن أنا هنا ما عنديش بوزيتيف سلاك. ما عنديش بوزيتيف سلاك. أنا لازم يبقى عندي positive slack variable في الفيرست iteration عشان أقدر أشتغل بالقوانين وبالsimplex method. لذلك أضفت متغير تاني artificial اسمه R2. يبقى إمتى بحتاج artificial variables؟ بحتاج artificial variables لو ما عنديش positive slack. لو ما عنديش positive slack variable. نعيد تاني. أول ما جيت أقرأ الكونسترينز بتوعي لقيت فيهم إيكوال. يبقى إذن أنا ما عنديش artificial variable. رحت قايل زائد R1. ما عنديش slack variable. لذلك أضفت R1. المتغير ده ملوش أي معنى إلا إنه يحاول يحرك يحاول يشغل simplex method. بعدين رحت جاي ماسك السكند كونديشن او السكند كونسترين اللي هو 4x1 زائد 3x2 اللي هو مكتوب عليه more than or equal 6. رحت على طول جاي قايل minus x3 بس ده نيجاتيف سلاك مش بوزيتيف سلاك. انا اي هاف تو بوت ات ان نيجاتيف عشان يخلي الليفت هاند سايد تنزل قيمته وانه يساوي الرايت هاند سايد. بس كده ما فيش بوزيتيف سلاك ان ذا سكند كونسترين. فبالتالي اضطريت ان انا اضيف R2 عشان يبقى عندي positive slack فاقدر اشتغل بالميثود بتاعت السامبلكس والتيبل بتاع السامبلكس يشتغل معاك ما يبقاش فيه اي مشاكل whatsoever. معايا رحاب, معايا مريم, ها محمد, جوفاني, اوكي معايا شهاب. تمام تمام يا دكتور. بعدين الثيرد كونسترين اللي هو x1 زائد 2x2 انا اضفت المتغير اللي بعد كده بالترتيب اللي هو x4. لاحظ ان دلوقتي الشكل اللي موجود قدامي في اكتر من نوع من الفاريبلز. عندي اولا decision variables اللي هم x1 وx2. عندي السلاك variables اللي هم x3 وx4. عندي الارتفيشال variables اللي هم variables meaningless. أنا بس حطيتهم علشان تستارت أو يبقى في إمكانية إن أنا أعمل بداية لاستخدام simplex method. الستيب اللي بعديها, طيب أنا عارف إن لما باجي أكتب الزد value هيبقى 4x1 زائد x2 which is the z function أو objective function. بعدين هزود 0 في x3 و0 في x4. دول values بتاعت slacks اللي أنا دايما بحطهم بزيروز. بس الـ artificial variables دول عايز أجبرهم إنهم to leave a solution as fast as possible. فبقى assign ليهم two huge values اللي هم m اللي هي الـ m value اللي منها جي اسم التكنيك بتاعي. يبقى أنا هاجي بالنسبة للR1 هأساين له a huge value اسمها M وR2 similarly like a huge value اسمها M برضو. ويبقى ده معناها إن الزد هو عبارة عن 4X1 زائد X2 plus MR1 plus MR2 زائد 0X3 زائد 0X4. ده كده الشكل بتاع الobjective function بتاعتي بالضبط. الستيب اللي بعديها يا شباب, الخطوة اللي بعديها على طول بعد ما عملت اللي انت شايفه ده, هبدأ تفورميوليت التيبل بتاعي. يبقى أنا بدأت بالكونسترينز, لما لقيت المور ده حطيت R1 وR2, بعدين حطيت لهم في values في الزد M capital for the first time إن يظهر عندي huge amount اللي هي اسمها M ومن اسمها التكنيك بتاعي. هبدأ أعمل التيبل بتاعي زي ما احنا متعودين.
التيبل بتاعنا أول حركة هتكتب فيه طبعا على طول بدأت أكتب زد R1 R2 X4 لازم R1 و R2 لأن هم دول البوزيتيف variables اللي أنا هدخلهم كبيزك variables. خلي بالك من معلومة مهمة إن الفاليوز بتاعت الزد بدأت أحطها 4 1 وهنا بالنسبة للترتيب بتاع السلاك والارتفيشال it's really up to you. فأنا هنا بدأت فوق X1 ب4 X2 بيساوي 1 بعدين حطيت الفاليو بتاعت X3 بتساوي 0. أنا شخصيا لو أنا هحب أعمل أرتب الجدول ده تاني هكتب X3 و X4 الأول بعدين أحط R1 و R2 في الآخر وهتلاقي فيه تيبلز متنظمة كده. بس هنا أنا كان ليا هدف أني أوضح أن الR1 والR2 meaningful أنا آسف meaningless فبالتالي اخترت له بأي مكان حطتهم فيه. فأنا رصيتهم على طول X3 R1 R2 X4 وحطيت القيم يبقى دوت ب4 ده ب1 ال X3 الفاليو بتاعته ب0 ال R1 الفاليو بM ال R2 الفاليو بM ال X4 الفاليو بتاعته ب0 خلصت من الزد. مسكت كونسترين كونسترين بص كده الكونسترين الأولاني كونسترين الأولاني كان بيقول 3X1 زائد X2 زائد R1 بيساوي 3 رحت على طول عند 3 بعدين 1 X3 الفاليو ب0 R1 ب1 R2 بيساوي 0 X4 بيساوي 0 الفاليو بتساوي 3 similar manner بدأت على second constraint 4 و 3 أهم أدي 4 وأدي 3 X3 بتساوي negative 1 ما عنديش R1 لكن R2 بتساوي 1 ما عنديش X4 وبتساوي 6 طبعا الكونسترين اللي بعديه بيمشي عادي خالص 1 2 0 0 0 لغايه لما اوصل 1 عند x 4 وبيساوي 4 ده كده التيبل بتاعي بصوا له اي مشاكل في تركيب الجدول ارجوك ركزوا قوي معايا اي مشاكل في عمل الجدول ها تمام يا شباب ايه ساره مش تابعيني نهال تمام يا دكتور تمام متابعني ولا هو ما تكونوش مركزين معايا طيب الحركة اللي بعديها الخطوة اللي بعديها قبل ما أكمل أنا عندي هنا مشكلة في الجدول ده في كل التيبلز اللي قبل كده كان لازم البيزك فاريابل مع البيزك فاريابل يبقى واحد وبقية الكولم بزيروز بس أنا هنا عندي R1 basic variable موجود قدامه واحد تحتيه صفار بس في الزد function في positive M which is completely wrong لازم الM دي تبقى بزيرو نفس الملحوظة دي ظهرت مع الارتفيشال التاني إن المفروض يبقى في الزد رو تبقى الفاليو بتاعته بزيرو لكن الفاليو بتاعته بM طب هعمل إيه في المطب ده؟ عملية سهلة قوي بعدل الايتريشن دي بحركة بسيطة هضرب الR1 في نيجاتيف M واجمعه على الزد رو وكمان هضرب الR2 الصف بتاعه في نيجاتيف M واجمعه على الزد رو علشان يبقى الفاليوز دي بزد بزيروز مش منسين start اضرب لي الR1 كله في نيجاتيف M واجمعه على الفيرست رو ونفس الأسلوب اضرب الصف الثاني الصف اللي هو فيه R2 كله في نيجاتيف M واجمعه على الزد لو أنا حبيت أعمل كده أهو أنا كاتبها لك قلت لك هنا أهو بص add R1 and R2 after multiplying by negative M to the Z row دي iteration 0 we will start our simplex table from the next step من الجدول اللي جاي عشان ينفع ان هم يبقوا basic variables يبقى أنا في الجدول اللي فوق همسك الR1 أضربه في negative M وروح أجمعه على الزد وكذلك R2 أضربه في negative M وأجمعه على الزد يعني إيه الكلام ده؟ ركز قوي بقى هيبقى negative 3M و negative 4M ب negative 7M هجمعهم على 4 يبقى دي 4 negative 7M اللي جنبها negative M و negative 3M هجمعهم على 1 يبقى 1 minus 4M بعدين لما اضرب نيجاتيف ام في نيجاتيف 1 اتس جونا بي بوزيتيف ام يبقى زائد 0 تبقى الرقم ده يبقى بوزيتيف ام سيم واي لايك هضرب نيجاتيف ام في 0 بنيجاتيف ام ونيجاتيف ام في 1 بنيجاتيف ام بلس ام يخلي لك ده بزيرو
بعدين نيجاتيف ام تايمز 0 ونيجاتيف ام تايمز 0 واجمعهم فوق يدنوا بزيرو. الحركة اللي بعديها خلي بالك ان انا في الوضع الراهن لو ضربت نيجاتيف ام في 6 ونيجاتيف ام في 3 اتس جونا بي نيجاتيف 9 ام اللي هي هتضاف على 0. ادى الشكل بتاعي اللي انا عايز اوصل له. دلوقتي انا اقدر استارت البروبريتيز او ستارت الايتريشنز بتاعتي. بس الريمارك حاجة مهمة جدا، لاحظ ان ار1 دلوقتي بيزك وهو مظبوط ان هو بيزك 1 وبقيت الكلام بزيروز، كذلك ار2 بنفس الاسلوب 1 وبقيت الكلام بيساوي زيروز. بس دلوقتي الفاليو بتساوي نيجاتيف 9 ام. لو انا سألت حد فيكو هي الام بكام مش هيعرف، لان الام دي undefined quantity، هي بس انها huge amount. يبقى خلي بالك ان still في المعنى ده انا عندي invisible solution، لانه solution ملوش معنى. انا معرفش الام دي بكام، انا معرفش الام دي بكام. يبقى اذن انت دلوقتي في invisible solution. يبدأ التكنيك، بس 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 برغم انك invisible solution لكن الستاندرد تيبل ينفع انه يعمل iterations هتخلي لك الحل يبقى الاول visible، بعدين هيبدأ يعمل search for optimality. طيب اول step هعملها دلوقتي، انا خلاص جاهز ان انا ابدأ الشغل بتاعي. انا بعمل minimization problem. المينيمايزيشن بروبلم لازم تختار the biggest أو the largest negative amount to enter the solution. أكبر رقم سالب هو ده اللي يدخل الحل. تعال خش كده، دول بصفار، دول مش داخلين الحل. M مش هتدخل حل، دي positive، دي value كبيرة positive. بس لما أجي أبص على ده هلاقي negative 4M، ولما باجي أبص على ده negative 7M. Which value is bigger؟ طبعا الأكبر، I'm sorry, which is value is smaller؟ طبعا المينيمم values هي أقل قيمة سالبة موجودة عندك، يعني أكبر رقم قدامه إشارة سالبة. لما أبدأ أبص كده يا ترى 4 minus 7 هي الأكتر أو أكبر، ولا ال1 أو هي الأقل، لأن أنا بختار الأقل، الرقم الأقل. هل هي 4-7M أقل من 1-4M؟ ها باشمهندسين، لا انتوا مش معايا خالص، انتوا مش متابعيني خالص. أعيد من الأول شباب، هو حركوا معايا سامعيني؟ سامعيني دو. طب امال ايه، انتوا خصمني؟ انتوا خصمني ما بتكلمونيش؟ بص بعد اذنك، ممكن الخطوه بتاعت الزد دي تاني نعيد تاني. ارجع معايا كده جوفاني، دي المساله بتاعتي بعد ما انا فرغتها. تمام تمام. انا عندي مشكله، هي مش مشكله في المساله دي، هي مشكله في كل المسائل بتاعت الام، يعني دي من احد الستبس بتاعت السولوشن. ان انا عندي الار1 ده المفروض ان هو بيزك فاريبل، بس في الزد رو المفروض تبقى الفاليو بتاعته بزيرو، الفاليو بتاعته بام. كذلك بالنسبه للار2 الفاليو بتاعته في الزد بتساوي بوزيتيف ام، which is not acceptable. طيب هعمل ايه؟ اضرب الرو بتاع الار1 في نيجاتيف ام واجمعه على فوق. لو ضربت الواحد ده في نيجاتيف ام بلس ام هيبقى بزيرو، وبالتالي يبقى عندي فعلا بيزك فاريابل اقدر اشتغل عليه الايتريشن بتاعتي. نفس الكلام بالنسبه للام الثانيه، هضرب الار2، بس انا بعمل خطوتين مع بعض، بدل ما اعمل خطوه وانقل الجدول كله ثابت وبعدين اعمل خطوه ثانيه، بعمل خطوتين مع بعض. اقدر اضرب الار2 كمان في نيجاتيف ام واجمعه على فوق. يعني انا من الاخر ار1 هضربه في نيجاتيف ام، ار2 هضربه في نيجاتيف ام، بعدين هجمعهم على الفيرست رو اللي هو الزد رو. لو عملت كده يا جوفاني هيبقى نيجاتيف 3M نيجاتيف 4M مجموعهم نيجاتيف 7M، يبقى ده 4 نيجاتيف 7M. اللي بعده نيجاتيف M نيجاتيف 3M، so it's gonna be 1 minus 4M. اللي بعده
نيجاتيف ام في 0 راحت، نيجاتيف ام في نيجاتيف 1 ببوزيتيف ام زائد 0 تبقى بوزيتيف ام. برضو هكمل كده اهو، ده اللي انا وصلت له، ده الشكل اللي انا وصلت له. معايا بشمهندسين؟ ها معايا جوفاني؟ مع حضرتك. تمام يا دكتور. انا بعمل دلوقتي مينيمايزيشن بروبلم، يعني بختار المينيمم نيجاتيف تو انتر ذا سولوشن. مين هيبقى مينيمم نيجاتيف؟ طبعا تعال بقى بص على المينيمم نيجاتيف. اولا انا عندي نيجاتيف 4m وعندي نيجاتيف 7m، يا ترى مين نيجاتيف اكتر؟ مين المينيمم اوف ذم؟ مين ذا سمولست فاليو اوف ذم؟ طبعا هيبقى نيجاتيف 7m، لان الام دي انا قلت انها رقم كبير جدا. انت عارف لو ده كان 1000، كان لو ده كان 1 ماينس 4m وده 1 مليون ماينس 7m، برضو هتبقى دي كبيره جدا نيجاتيف وتنزل لتحت، يبقى دي المينيمم. يبقى انا هختار المينيمم نيجاتيف فاليو او السمولست نيجاتيف نمبر، سو اتس جونا بي اكس 1. اكس 1 ده اللي ويل انتر ذا سوليوشن. انا كده رجعت سامبلكس عادي خالص خالص. يبقى اذا الستيب اللي بعديها اخترت اكس 1 تو انتر ذا سوليوشن. معنى ان اكس 1 انتر ذا سوليوشن، بعمل ماركر على الكولم ده واوجد الريشيو. اهو اهو يا باشمهندسين علمت عليه، وهبدا اوجد الريشيو اهو. 3 divided by 3 يبقى اذا الريشيو هتساوي 1. بعدين 6 اي 6 هقسمها على 4 يبقى ب 3 over 2. بعدين 4 divided 1 بتساوي 4. ريمارك، طالما في ام في الزد، طالما في ام اي ام موجوده في الزد، ده معناه ان انت عندك unvisible solution. ده معناه ان الحل ده unvisible، لان انت اصلا ما تعرفش الام بكام. خش على المرحله اللي بعديها. انا عايز اختار مين الليفنج فاريبل. دايما الليفنج فاريبل الليست مينيمم او المينيمم بوزيتيف ريشيو. مين اقل قيمه في الريشيو؟ ال1. يبقى ده معناها ان ار1 هيخرج. انا دلوقتي بسقف، لان معنى ان لازم اول حاجه تخرج من الحل بتاع المساله الار1 والار2، لان دول اللي مالهمش معنى. ده معناه ان ار1 هيخرج وهيخش مكانه اكس1 اهي. يبقى اذا ده الليفنج فاريبل وده الانترنج فاريبل. ستارت بقى سامبلكس عادي خالص. لازم مكان التلاتة دي في النيو ايتريشن يبقى انا عندي 1. ازاي اخلي التلاتة تبقى 1 يا جوفاني؟ يبقى انا في النيو ايتريشن ده هيبقى اكس1 ودي هتبقى هقسم على 3 أو أضرب الكل الروف 1 over 3، فيبقى دوت ب1 ده ب1 over 3 ده ب0 ده 1 over 3 ده 0 ده 0 ده ب1 أهو. أنا حطيت لك التيبل القديم مشاور عليه، وده التيبل الجديد قبل ما ألعب فيه. شايف الR1 هيخرج ويخش مكانه X1، والأرقام هتبقى 1 1 3 0 1 3 0 0 1 زي ما حضراتكم شايفين. باشمهندسين متابعيني؟ تمام تمام. المطلوب بقى دلوقتي ان لازم الوان ده يبقى الكولم ده كله بزيروز، يعني فوقي زيرو تحتي زيروز. يبقى انا عايز الاربعة ماينس 7 ام تكتب هنا زيرو. ازاي اخلي الفور ماينس 7 ام تكتب هنا بزيرو؟ حد يعرف؟ هضرب الواحد بلس 7 ام. ايه الجمال ده؟ ايه الروعة دي؟ طبعا انا قلت دايما ان عشان اعمل اصفار بضرب الواحد في نفس الفاليو، بس في نفس الفاليو بس بأوبزيت ساين بالبرفكت يا جميل. يبقى انا هضرب الواحد ده في نيجاتيف 4 بلس 7 ام. يبقى نيجاتيف 4 بلس 7 ام زائد 4 ماينس 7 ام يبقى الريزلت بزيرو. نفس الأسلوب بالضبط، نيجاتيف 4 بلس 7 ام ديفايدد باي 3، هجمع عليها 3 ماينس 12 ام على 3. أنا طبعا عملت إيه؟ كومن دينامينيتر، والريزلت هكتبها هنا. هكرر تاني، ماينس 4 باي زائد بلس 7 ام تايمز 0 بلس ام، والريزلت هكتبها هنا. ماينس 4 بلس 7 ام تايمز 1 over 3، يبقى هنا ماينس 4 بلس 7 ام ديفايدد على 3. ماينس 4 بلس 7 ام في 0 و0 هتتنقل 0.
minus 4 7m times 0 plus 0 ب 0 minus 4 plus 7m هتنجمع على الفاليو اللي هي minus 9m يوم يديني minus 4 minus 2m. انا كاتب لك الريزلتس اهي بتاعت الزد الواحده. طبعا بنفس الاسلوب بالظبط، انا عايز تحت الواحد 0 يبقى هضرب الواحد في نيجاتيف 3 في نيجاتيف 4 واجمعه على 4 يبقى نيجاتيف 4 بلس 4 يديني 0. نيجاتيف 4 في 1 over 3 بنيجاتيف 4 over 3 زائد 3 اللي هي 9 over 3 يبقى النمبر ده ب 5 over 3. شايف المكان اللي انا بضغط وبفك ايدي ده هيبقى فيه 5 over 3. نيجاتيف 4 في 0 بلس نيجاتيف 1 يبقى اذا الفاليو هنا بنيجاتيف 1. نيجاتيف 4 over 3 بلس 0 يبقى نيجاتيف 4 over 3 وهكذا بكمل بقيه الجدول بتاعي. اهو ادا الكولم الرو اللي انا بتكلم عليه 5 over 3 وهكذا. برضو بالنسبة للرو الأخير اللي هو بتاع الـ X5 الـ X4 هكتب هنا X4 وهضرب ده في نيجاتيف واجمع يبقى نيجاتيف 1 بلس 1 نيجاتيف 1 over 3 بلس 2 نيجاتيف في 0 بلس 0 نيجاتيف 1 over 3 بلس 0 نيجاتيف في 0 بلس 1 نيجاتيف في 0 وهكذا. بعدين نيجاتيف 1 وانا عندي 4 يبقى النمبر ده ب 3. أدى الشكل بتاع الجدول بتاعي. still هو الـ value فيها M، هو الفاريابلز بتوعي فيهم امات، الزد رو فيه امات على السلاك فاريابل او على الديسيجن فاريابلز او في الفاليو بتاعت الزي، يبقى انا ستيل انفيزابل سولوشن. لكن في المساله اللي فاتت كنت انفيزابل بنيجاتيف 9 ام، هنا اصبحت نيجاتيف 2 ام. مشكلتي ان انا محتاج هرجع تاني، تعال خش كده، هل في نيجاتيف فاليو تو انتر ذا سولوشن؟ هل في entering variable؟ ها باشمهندسين في entering variable؟ انا بدور على المينيموم نيجاتيف، هنا بوزيتيف 7m ما يدخلش الحل، هنا m ما يدخلش الحل، هنا نيجاتيف 5m. يبقى اذا x2 must enter the solution. حد عنده اعتراض؟ حد معترض؟ دكتور معلش بعد اذنك، ممكن الزد تاني؟ الزد تاني، نرجع تاني للي فاتت. جوفاني أرجوك بقى ركز معايا قوي. بص أنا عايز مكان 4 ماين، أولا طبعا أول ستيب أنا عملتها R1 خرج X1 دخل، شايف؟ تمام. بعدين التلاتة أنا بشاور عليها أهو، عايزها تبقى ب1، يبقى هاسم الرو ده كله على 3، صح يا جوفاني؟ تمام. يبقى 3 over 3 ب1، وده 1 third وده 0 وده 1 third 0 0 1 أهم، شايفهم؟ تمام. بعدين الوان ده لازم يبقى فوقيه زيرو زي ما بشتغل سيمبلكس، صح؟ تمام. هو اصلا بكام؟ بص فوق في كام في الجدول الاساسي؟ 4 ماينس 7 ام. يبقى تمام. انا زي ما الجميل قال هضرب الوان ده في نفس الفاليو بس وذ نيجاتيف ساين، يعني يبقى دي معناها هضرب الوان في نيجاتيف 4 بلس 7 ام. يبقى نيجاتيف 4 بلس 7m لما تجمعها على 4 ماينس 7m هيبقى الريزلت بزيرو اهي. تمام. معايا؟ تمام. بعدين هضرب نيجاتيف 4 بلس 7m في 1 over 3 يبقى نيجاتيف 4 بلس 7m على 3. الكلام ده هجمع عليه 1 ماينس 4m، انا شايف انها 3 ماينس 12m على 3، عملت لهم كومن دينومينيتور عشان لما اجمعهم على بعض يدوني نيجاتيف 1 نيجاتيف 5m على 3. معايا جوفاني؟ مع حضرتك يا دكتور. اضرب بقى نيجاتيف 4 بلس 7 ام في 0 وروح اجمعها على ام يبقى يديني الرقم اللي بعديه، نيجاتيف 4 بلس 7 ام في 0 ب 0 بلس ام يديك ام. نيجاتيف 4 بلس 7 ام تايمز 1 اوفر 3 هيدناها نيجاتيف 4 بلس 7 ام على 3 زائد 0 تنزل هنا. بعد كده نفس الكلام بالظبط، لما هاجي اضرب نيجاتيف 4 بلس 7 ام تايمز 1 هدلناها نيجاتيف 4 بلس 7m، اما تيجي تجمع على نيجاتيف 9m يبقى عندك نيجاتيف 4 ماينس 2m. معايا جوفاني؟ تمام يا دكتور مع حضرتك. ادي الارقام بتاعت الزد اللي بتتكتب في الجدول. هكمل بقى بقيه الجدول، انا عايز تحت الواحد 0 0 صح؟ مش احنا كنا بنعمل كده؟ بس الواحد ده تحتيه كام؟ 4. شايف الفور اللي انا بشاور عليها؟ تمام. شايف الفور؟ يبقى هضرب ده في نيجاتيف 4 واجمع يبقى نيجاتيف 4 بلس 4 يبقى الاجابه ب 0. نيجاتيف 4 اوفر 3 بلس 3 انا مش شايفها 3 انا شايفها 9 اوفر 3
انا عملت كومن دينومينيتور يبقى الرقم ده يبقى 5 اوفر 3 معايا يا جوفاني؟ تمام يا دكتور. وكملت بقيه الصف، ادى الجدول بتاعي كامل. الحركه اللي بعديها ارجع تاني على الزد فانكشن، هل الحل اللي انت جبته هل في انترنج فاريبل، هل في فاريبل ممكن يدخل؟ هو مبدئيا كده انت انفيزبل، الحل بتاعك ده هبل في الجبل، انفيزبل ملوش معنى، لازم اخليه فيزبل. لو انا ما عجزت انه يبقى فيزبل يعني ما عنديش انترنج فاريبل، المساله دي هاز نو سوليوشن. دلوقتي هرجع ابص كده تاني، يا ترى في بوزيتيف ام سوري نيجاتيف فاليو تو انتر ذا سوليوشن؟ تعالى كده بص، في نيجاتيف؟ لا دي مش نيجاتيف، لان دي نيجاتيف 4 بلس 7 ام، والام ده رقم كبير جدا، فالاوفرول فاليو بوزيتيف. هنا برضو ام بوزيتيف، استنى هنا في نيجاتيف 5 ام، يبقى ده هي انتر السوليوشن بتاعي. يبقى انا دلوقتي حددت الانترنج فاريبل اللي هو اكس 2 معايا جوفاني؟ تمام يا دكتور. هو نيجاتيف 1 ماينس 5 ام ديفايدد باي 3. الحركة اللي بعديها هبدأ أوجد الليفينج فاريابل، هبدأ هو أقول 1 divided by 1 third، 2 divided by 5 over 3، 3 divided by 5 over 3 أهم. هختار المينيمم بوزيتيف ريشيو، مين المينيمم بوزيتيف ريشيو؟ اللي هي 6 over 5، يبقى الرو اللي فيه R2 ده هيليف the solution، يبقى السكند رو ده هيليف السولوشن بتاعي، يبقى إذن أوتوماتيك R2 هيخرج من الحل، وبالتالي يبقى الايتريشن الجديدة R2 يخرج ويخش مكانه X2. مجرد يا جوفاني ما R1 و R2 خرجوا من الحل، لازم هتلاقي الفاليو بتاعت الام دي خرجت وتبدأ تبقى visible solution. يبقى المحاولة اللي جاية دي أنا متعشم إنها تبقى visible solution إن شاء الله. امسك بقى هنا اول خطوة في النيو ايتريشن، ان الـ 5 over 3 دي لازم تبقى بـ 1 اهو، يبقى اذا انا هضرب في 3 over 5، لما اضرب في 3 over 5 في 0 هتدناها بـ 0، 3 over 5 تبقى بـ 1، ده هتبقى نيجاتيف 3 over 5، دي تبقى نيجاتيف 4 over 5، دي هتبقى 3 over 5، ده بـ 0، ده لما اضرب في 3 over 5 يبقى 6 over 5 اهو. مش مهندسين شايفين الصف؟ شايفين الصف الجديد؟ انتوا من معايا ولا فصلتم؟ تاني انا اخترت الصف ده يخرج و X2 هيخش مكانه، يبقى لازم الفاليو اللي هي بتاعت 5 over 3 اللي انا مشاور عليها دي تبقى 1. ازاي اعملها 1؟ هضرب الرو بتاعها ده كله في 3 over 5، يبقى 3 over 5 times 0 ب 0، 3 over 5 في 5 over 3 ب 1، 3 over 5 في negative 1 بنيجاتيف 3 over 5، 3 over 5 في negative 4 over 3 برضو نفس الكلام، هتدي لك negative 4 over 5 اهي، شايفها تحت اهي، اهو الواحد اضربه في 3 over 5 3 over 5، الزيرو في 3 over 5 ب 0، ال 3 over 5 في 2 ب 6 over 5، يبقى انا جبت الرو. مظبوط يا شباب؟ معايا؟ لاحظوا انا مسحته من الجدول، مسحته من الجدول اهو عشان ما يضايقكش. انا عايز فوق الواحد يظهر زيرو وفي الزد تظهر زيرو. طب تعالى لي يا جوفاني، هو انت عايز الرقم ده يبقى بزيرو بس هو اصلا بكام؟ انت شايف هو بكام؟ سالب واحد ناقص 5 ام على 3. طب رايك بقى اضرب الواحد في كام؟ في بوزيتيف 1 زائد 5 ام على 3. معايا جوفاني؟ مع حضرتك يا دكتور. لما اضرب بقى في 1 بلس 5 ام على 3 في 0 هيدنه ب 0، و 0 يبقى الرقم الاولاني ب 0. لما اضرب بوزيتيف 1 بلس 5 ام اوفر 0 اوفر 3 في 1 واجمعها على نيجاتيف 1 ماينس 5 ام هيبقى الرقم ده ب 0. لما اكرر تاني واضربها في نيجاتيف 3 اوفر 5 واجمعها على ام اهو اداني نيجاتيف 1 اوفر 5. لما اضرب 1 بلس 5M على 3 في نيجاتيف 4 over 5 واروح اجمعها على R1 هتدي لي إمات، مش مهم. برضو لما اجي في R2 اضرب 3 over 5 في نفس الفاليو اللي هي positive 1 بلس 5M over L واجمع هيديني values فيها إمات، مش فارق معايا. لما اضرب في 1 بلس 3M في 0 واجي اجمعه على X4 هيطلع بزيرو.
بعدين لما اجي في 6 over 5 اضربها في نفس الفاليو اللي انا قلت لك عليها اللي هي 1 plus 5m على l واجمعها على النيجاتيف 4 minus 2m اللي هي قبل كده هتدي لك minus 66 over 15. مجرد ما الام تشالت من الفاليو وتشالت من الx1 والx2 انت دخلت visible solution. ودول بيحصلوا مجرد ما الR1 والR2 يبقوا خرجوا من الحل. مجرد ما R1 وR2 ما أصبحوش بيزك والM خرجت انت كنت قبل كده Unvisible Solution. مجرد ما دول خرجوا انت دلوقتي Visible Solution. كمل بقية الجدول. يعني انا عايز هنا 0 وعايز هنا 0 بكمل الايتريشنز بتاعتي. ده الشكل بتاعي دلوقتي. السؤال هو ده Optimal ولا مش Optimal؟ اللي انا جبته ده اوبتيمال ولا مش اوبتيمال؟ رايكم ايه؟ انا بعمل مينيمايزيشن بروبلم، يعني انا اكشوال عايز الزد رو ما يبقاش فيه نيجاتيف نمبرز. تعال انزل كده الزد رو زيرو. طبعا ما تبصش على دول، دول ما عندش تبص عليهم تاني، مجرد انهم خرجوا مش هيدخلوا خلاص. واساسا هتلاقي ان الام بالبوزيتيف والام التانية بالبوزيتيف. يبقى انزل استنى استنى هوبا شوف كنت هتقع تحت. انا شايف ان x3 الرقم بتاعها نيجاتيف، يبقى مين الانترنج فاريبل دلوقتي يا باشمهندسين؟ x3 والانتر ذا سولوشن. على فكره انا ممكن دلوقتي r1 وr2 اشخبط عليهم كده ودول ما تبص لهمش ابدا مش هيدخلوا تاني. يبقى اذا هضرب هبدا دلوقتي، انا دلوقتي عارف الانترنج فاريبل بتاعي اللي هو x3. ارجع كمل الستبس بتاعت السمبلكس، يبقى الجزء ده هيتعمل له هعلم عليه اهو علمت عليه. بعدين هروح اجيب الريشيو، يبقى 3 over 5 3 over 5 over 1 over 5 هيدي لك 3. 6 over 5 على نيجاتيف 3 over 5 هيبقى نيجاتيف 2 يعني نيجليكتابل. 1 على 1 يوم يدي لك 1، يبقى اذا الليفنج فاريبل x 4. يبقى ده معناه ان x 4 هيسيب الحل وx 3 يخش مكانه. لاول مره انت شايف ان البيفوت اصلا بيساوي واحد، يوم ينزل البيفوت زي ما هو 0 0 1 1 نيجاتيف 1 1 1 1 اهم، ودي بقت x3 بدل x4. بس لسه في حاجه، انا عايز نيجاتيف 3 اوفر 5 تبقى ب 0، 1 اوفر 5 يبقى ب 0، نيجاتيف 1 اوفر 5 تبقى ب 0، نفس الستبس اللي احنا بنستخدمها قبل كده. انا عايز الواحد يبقى مكان ال1 اوفر 5 ب 0، يبقى هضرب ال1 ده في نيجاتيف 1 اوفر 5. نيجاتيف 1 اوفر 5 ب 0 زائد 0 يبقى الاجابه ب 0. نيجاتيف 1 اوفر 5 في 0 زائد 0 تبقى الاجابه ب 0. نيجاتيف 1 اوفر 5 بلس ام سوري بضرب في 1 في بوزيتيف 1 اوفر 5. بوزيتيف 1 اوفر 5 ونيجاتيف 1 اوفر 5 تبقى الاجابه ب 0. بوزيتيف 1 اوفر 5 وهجمعه على دول اي ريلي دونت كير. بعدين بوزيتيف 1 اوفر 5 في نيجاتيف 1 وهجمعه على النمبر ده اي ستيل دونت كير. الحركة اللي بعديها هضرب في 1 over 5 بعدين اجمع على 0 اصبح x4. x4 هنا في 1 over 5. لما اضرب ال1 في positive 1 over 5 واجمعها على negative 66 على 15 يبقى انا جبت النيو value بتاعتي اللي هي negative 17 over 5. هكمل بقية الجدول. لو خدت بالك هرجع تاني على الزد، يا ترى في negative values في الزد to enter the solution. positive 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 zeros، يبقى انا جبت الاوبتيمال سوليوشن. يبقى الاوبتيمال سوليوشن بتاعي هو نيجاتيف 17 اوفر 5. هيحصل لما الاكس 1 بيساوي 2 اوفر 5، لما الاكس 2 بتساوي 9 اوفر 5، الاكس 3 اباندنت ب 1. انا حليت المساله بتاعتي كلها اهو، ادى الجدول تاني وادى الارقام بتاعتك اهي كلها موجوده. يبقى الام تكنيك الغباء الوحيد بس ان انت هتتعامل مع الامات دي شويه في عمليات الضرب. طيب يا ترى هي مسائل المينيمايزيشن كلها هي اللي بيحصل فيها ان يظهر عندي ام تكنيك؟ طبعا ده شكل الجدول، لو الجدول كامل ده الشكل الكامل بتاع الجدول بتاعك. هنا انفيزبل، هنا انفيزبل، بدانا نبقى فيزبل سوليوشن، بدانا نعدل ونجيب الفيزبل اوبتيمال.
طبعا موجود عندك ريماركس تحت اهي بيقول لك ريماركس اون ذا ام تكنيك ذا يوز اوف ذا بينالتي اللي هو الام مي نوت فورس ذا ارتفيشال تو بيكام زيرو ليفل، يعني الاحتمال الام دي ما تخرجش ان ذا فاينل سمبلكس ذير از نو فيزبل سوليوشن، يعني لو ما عرفتش تخرج الام من القيمه بتاعت الزد او الارتفيشال فاريبلز ما خرجوش انت ما عندكش فيزبل سوليوشن. بيقول it is not accurate with computer soft، ده العيوب disadvantages بتاع الام تكنيك هتكلم عليها في الاخر. المشكلة ان الميثود او الام تكنيك ما هواش computerized لان الام value دي ما تقدرش تعمل لها assignment بالنسبة للكمبيوتر، مش هتقدر to define الكمبيوتر ان انا عندي ام رقم كبير، الكمبيوتر مش هيفهم منك ده. باشمهندسين متابعيني؟ حضراتكم متابعيني؟ معايا رنا، معايا سارة، معايا رحاب. اوكي يا شباب حضراتكم تابعيني؟ اه دكتور بعد اذنك ماشي باخر خطوه خالص. هو لما كان الليمات في الار آه يعني ما احنا ما يفرقوش معايا وكمان نقطه، الامهات اللي انت بتتكلم فيهم في الزد خلي بالك، الامهات اللي انت بتتكلم عليهم في الزد دول ريليتيف للار 1 والار 2 اللي هم الارتفيشال فاريبلز فما لهمش اي معنى معايا. تمام تمام يا دكتور تمام. وده عشان خاطر في الار بس صح؟ عشان الار لو كان مش موجودين في حاجه تانية. تعال انزل معايا على مساله كمان مينيمايزيشن بروبلم، وعندك هنا 5x1 زائد 3x2 less than or equal 15 واللي بعديها 3x1 زائد 4x2 more than or equal to 12، مساله مينيمايزيشن برضو. لما هاجي تاني اعيد يبقى دوت 5x1 زائد 3x2 plus x3 equal 15، اللي بعديها تبقى 3x1 زائد 4x2 minus x4 عشان اخلي الليفت هاند سايد يساوي الرايت هاند سايد، بس هنا لازم اضيف r اللي هو الارتفيشال فاريبل بتاعي اهي. يبقى النيو زد هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى 2x1 زائد 3x2 زائد 0x3 زائد 0x4 plus m في r1 اهي. هروح اعمل الفيرست ايتريشن، أنا كتبت أهم 2300M 2300M وكملت الكونسترينز، بس عندي مشكلة، أنا عندي R1 is a basic variable بس الفاليو بتاعته في الزد بتساوي M، طب أشيلها إزاي؟ أضرب الـ R1 في نيجاتيف M وأجمعه على الزد، لما أعمل كده هتبقى دي 2 minus 3M 3 minus 4M 0 بعدين 0 plus M بعدين 0 بعدين نيجاتيف 12 ام اهي يا باشمهندسين اهو بقيت الجدول زي ما هو. انا بعمل مينيمايزيشن بروبلم يا جوفاني، يعني بدور على المينيمم نيجاتيف فاليو، فين المينيمم نيجاتيف فاليو؟ خش كده فين المينيمم نيجاتيف فاليو اللي هي 3 ماينس 4 ام، يبقى ده اللي هيبقى الانترنج فاريبل بتاعي اهو. الستيب اللي بعديها اخترت الاكس 2 هو اللي يدخل، هروح بنفس الأسلوب أوجد الريشيوز، يبقى 15 divided by 3 هتدي لك 5، 12 divided by 4 تبقى ب 3، واختار المينيموم فيهم يخرج، لو جيت تعمل كده هتلاقي R1 هو المينيموم، يبقى R1 leaving variable وخرج من الحل على طول. ده معناها ان الفور لازم في النكست ايتريشن تبقى ب1، يعني هضرب هقسم الرو ده كله على واحد، هنا يبقى في اكس 2 ودي تبقى 3 اوفر 4 وده ب1 وده ب0 وده نيجاتيف 1 اوفر 4 وده ب1 اوفر 4 وده ب3 اهي. الحركه اللي بعديها جاست سكند اهي، ادي الارقام بتاعتي، بعدين عايز كل اللي فوق يبقوا بزيروز. بص بقى كده انا ده ب1 عايز الرقم بتاع اكس 2 ده يبقى ب0، امتى الرقم ده يبقى ب0؟ هضرب ال1 في نيجاتيف 3 بلس 4M واجمع على فوق، يبقى نيجاتيف 3 بلس 4M في 3 اوفر 4 اجمعها على 2 ماينس 3M والريزلت اكتبها، بعدين هضرب دوت في نيجاتيف 3 بلس 4M وهجمع عليها 3 ماينس 4M برضو هتبقى بزيرو، وهكذا هكمل. اول ما عملت كده لاحظ انا كان عندي نيجاتيف 12M اصبحت نيجاتيف 9، الفاليو بتاعت الزد بدأت تظهر دلوقتي، وعندي هنا ان القيمة يعني الزد بتساوي 9، وعندي الزد وعندي another ده برغم ان هو visible solution، الاولاني ما كانش كان invisible، برغم ان ده visible solution لكنه مش optimal لان still في الزد رو في عندي رقم negative اللي هو x1، يبقى
الستيب اللي بعديها اكس 1 يدخل الحل وهبدا اطلع الريشيوز، يبقى 6 ديفايدد 11 اوفر 4 و 3 ديفايدد 3 اوفر 4. اختار المينيمم اوف ذم تو ليف، يبقى اكس 3 هيخرج واكس 1 يدخل مكانه. همسك الرو ده كله اضربه في 4 اوفر 11، يبقى 4 اوفر 11 تايمز 11 اوفر 4 ب 1، 4 اوفر 11 في 0 ب 0، 4 11 اوفر 11 في 1 ب 4 اوفر 11، 4 اوفر 11 تايمز 3 اوفر 4. بعدين هكمل ادى الشكل بتاعي بتاع الاكس 1 زي ما حضراتكم شايفين. الستيب اللي بعديها هبدا اكمل بقيه الجدول يا جوفاني، هضرب دوت في ربع واجمعه لسالب ربع، بعدين اضرب الواحد في نيجاتيف 3 اوفر 4 واجمعها بلس 3 اوفر 4. جبت الفاينل ايتريشن، ما عنديش نيجاتيف فاليو تو انتر ذا سوليوشن، يبقى ستوب، انت جبت المينيمم الاوبتيمال مينيمم اللي هو نيجاتيف 93 اوفر 11، وهيحصل لما اكس 1 بيساوي 24 اوفر 11 ولما اكس 2 بتساوي 15 اوفر 11. وده الجدول بتاعك شباب، متابعيني حضراتكم؟ ما حضرتك. تعالى لو انا عندي مساله ماكسمايز، لو جيت ابص على مساله الماكسمايزنج دي، بس استنى، ده هي مش مينيمايزيشن، هي ماكسمايزيشن، بس في الكونسترينز واحد مور ذان اور ايكوال، يبقى هنا مضطر ان انا اشتغل على الام تكنيك بنفس الاسلوب بالظبط، بنفس الاسلوب بالظبط. هروح هنا اضيف على الفيرست كونسترين ام، يبقى احط هنا ارتفيشال، يبقى هنا نيجاتيف اكس 3 بلس ار، ويبقى انا عندي فوق ار في ام، ادي ار 1، وادي الشكل اللي انا بتكلم عليه. بس خلي بالك ان في مسائل المينيمايزيشن انا كنت بقول بوزيتيف ام في ار 1، في مسائل الماكسمايزيشن لازم احط نيجاتيف ام. تاني، مساله دي ماكسمايزنج، القيمة اللي هتبقى assigned بR1 فيها تبقى negative M، المسألة اللي قبليها كانت minimizing، عشان كده لما جيت أكتب الـ Z function حطيت positive M. يبقى لو أنا بعمل minimizing بزود للR1 positive M، لو بعمل maximizing بزود للR negative M. عموما المسألة دي بالظبط زي المسألة اللي فاتت، بس أنا ليه point عايز أوريها لك. انا برضو كتبت نفس الكلام، وعندي ار 1 ما ينفعش، لازم ده يبقى بزيرو، فهضرب في ام واجمع على الفيرست رو، هيبقى ده 3 بلس 2 ام، وده هيبقى 2 بلس 5 ام، وده يبقى نيجاتيف ام، وده بزيرو، ودي هتبقى بزيرو، وده هيبقى 6 ام، وستيل انفيزبل سوليوشن. بس المره دي انا لما باجي اعمل ماكسمايزنج بدور على الماكسيمم بوزيتيف فاليو تو انتر. مين الماكسيمم بوزيتيف فاليو؟ مين أكبر رقم في M قدامه رقم؟ يبقى هي 3M plus 2، ده اللي enter is the solution. لما تيجي توجد الريشيوز بتاعتك، تعالى اقسم كده 6 على 3 هيدي لك 2، و 2 على 2 هيدي لك 1. لاحظت ملحوظة كبيرة جدا، إن الـ X4 اللي هيخرج، X4 اللي هيخرج وهيخش مكانه X1 وستيل R1 معاك. كمل التجربة بتاعتك، كمل الايتريشن. لما اجي اكمل الايتريشن بتاعتي واجي ادخل على الزد، الاحظ ان في امات الفاليو بتاعت الزد بام والفاليو هنا بام، وما عنديش بوزيتيف فاليو تو انتر ذا سوليوشن. انت بتعمل ماكسمايزنج بدور على الماكسيمم بوزيتيف، ما فيش بوزيتيف فاليو تو انتر ذا سوليوشن. سنس ان ما فيش بوزيتيف فاليو تو انتر ذا سوليوشن والفاينل solution موجود في M، يبقى المسألة دي no solution أو no visible solution. لو جيت ترسم ال first constraint والsecond constraint هتلاقيهم they don't share a common area, a visible area of solution. في الحالة دي أنا وصلت لمرحلة إن أنا ما عنديش visible solution للمسألة بتاعتي. باشمهندسين انا هضطر اسيبك دلوقتي، انت عندك مسألتين موجودين عندك هنا، واحدة موجود فيها ستاندرد سيمبلكس ارجوك حلها، والتانية موجود فيها show that there is no visible solution for the maximization problem، وريني ان المسألة دي مش هيتوجد لها. بيقولك for the above problem find the optimal solution using simplex method. معايا؟ بيقول show that there is no visible solution for the maximization problem اللي موجودة، وشوف لي دي هي، يعني هو المقصود ان المسألة دي ترسمها علشان تشوف اذا كان لها
سولوشن او لا، وبعدين شوف بالنسبه للسامبلكس ميثود هتتعامل معاها ازاي. ده اللي انا كنت اقصده بكده، وان كان ما يعني نسيت ان انا اقول لك سولفين او شو ذات بتوين ذم، ان بالرغم ان ده لما بيبقى انفيزبل سولوشن سواء اذا كان جرافيكال او كورنر، ازاي في حاله السامبلكس بيظهر ان هو نون سولوشن. باشمهندسين حضراتكم تابعيني؟ حضرتك يا دكتور انا هكمل الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. خليني ستوب ريكوردينج جاست ا سكند.